طب عايزاكي تشرحي لي اكتر يعني ايه رحله استشفائيه، يعني تعملي ايه؟ بصي هي بالانجلش اسمها ريتريت. ريتريت معناها انسحاب. يعني باخدهم باخدهم ونخلع. اوكي. بناخدهم ونمشي شويه، يعني بتنسحب من الزحمه. ليه بتنسحب من الزحمه؟ اولا عشان تخلي بالها على نفسها شويه، تبتدي تتعلم حاجه جديده، لان اللي احنا بنقدمه فيه جزء فيه صحه نفسيه. تتعلم ازاي تدير وقتها كويس، تتعلم ازاي تاخد بالها من نفسها، تتعلم اكشولي ازاي تاخد بالها من ولادها. الفكرة دي مش مطروحة اصلا، او مش بمعنى اصح مش محدش فينا بيهتم بيها قوي، مش في ثقافة الا الا لما تنسحبي، الا لما تمشي شوية وتبعدي، فتبتدي تشوفي ايه ده، يعني الايدنتيتي بتاعتي او هويتي دي لسه موجودة رغم اني ام وزوجة وبشتغل وكل حاجة، انا بقى فين؟ فبتلاقي نفسها في الثلاث ايام بالظبط كده. فبتلاقي نفسها في الثلاث ايام دي بتتعلم معانا حاجة تستفيد بيها وتبتدي تطبقها لما ترجع، ده نمرة واحد. الجزء التاني انها بتبتدي تحرك جسمها، لان احنا بنعمل يوجا كلاسز وبنعمل كلاسات تانية مديتيشن او تأمل. وبيكون في حد متخصص صحة نفسية برضو فيها؟ احنا انا لايف كوتش وبوزيتيف سايكولوجي براكتيشنر او مدربة تنمية بشرية ومتخصصة في علم النفس الايجابي بالظبط كده. فده الجزء بتاعي. الجزء التاني كمان بتاعي هو المديتيشن او التأمل، اوكي، ودي الناحية الروحانية شوية، يعني غير الناحية النفسية في ناحية روحانية. الناحية الفيزيكال بقى كمان او الجسمانية بتبقى في اليوجا، بتبقى في اليوجا سيشنز. اليوجا مش انا، اليوجا حد تاني من الفريق بتاعنا، وبتبقى بقى شامله بمعنى اصح، بتتعلم حاجات جديده في الثلاث نواحي دول، وكمان بتمارسهم فبتشوفهم، فبالتالي تقدر ترجع تعملهم لما ترجع. هو حلو كمان ان هي اكيد هتقابل ناس شبهها بالظبط، هو يعني ده اللي بيحصل، كله رايح لنفس السبب، ده هدف من الاهداف، بيعملوا صداقات جديده وبيقابلوا ناس عند نفس ظروفهم بالظبط، نفس ظروفهم او حتى مش لو نفس ظروفهم، بس سبحان الله الناس دي لما لما بتتقابل في السيتنج ده او لما بتتقابل في المكان ده كله بيخلع الماسكات، كانه جروب ثيرابي. كانه هو مش ثيرابي طبعا، انا بقول كانه فعلا كله بيشيل كل الماسكات اللي شايلها طول النهار، وكله بيبقى نفسه، وكله بيبقى الحقيقه بتاعته. عارفه كمان ايه اللي بيساعد؟ ان هم بيبقوا وسط ناس مش عارفينهم، فدايما احنا ترتاحي اكتر، ده حقيقي. القريبين مننا بنخاف نبين نقط ضعفنا قدامهم، انما بالزبط. الناس الغرب بتحسي اللي هو عادي صوت عادي، انا مع انهم بيبقوا قريبين بعد كده وبيتصاحبوا وبيرجعوا تاني يجوا مع بعض وكل حاجه، وبيبقوا عايزه اقول لك بيبقوا بيمثلوا لبعض بره بقى الريتريت، وده برضو هدف من اهدافنا ان هم يلاقوا بعض في الحياه.